السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. نختار فكرة جديدة. لدينا مثلا هنا لابل، نضع لبن هنا ونعطيه حجم مثلا كبير مثل هكذا. سوف أعطيه لون مثلا الأزرق. سوف أنفذ البرنامج. عند تنفيذ البرنامج لا نرى لا لون ولا حجم للابل. ما هو المشكل؟ سوف نضغط على لابل ونعطيه الخاصية من هنا لإظهار اللون. سوف أعطيه الخاصية أو أحذف الخاصية ترانسبارون. من هنا سوف أحذف خاصية ترانسبارون. ها هو لقد ظهر اللون. عندما ننفذ البرنامج يظهر اللون ولكن تأتي بحجم صغير. هذا الحجم الصغير سوف نتحكم فيه من خاصية. عندما نضغط على لابل ونعطيها من الخاصية أوتو سيز. هذه هي الخاصية أوتو سيز. كذلك نحذف خاصية أوتو سيز. سوف يبقى بحجمه الذي أعطيه له. هكذا عندما ننفذ البرنامج سوف تأتي بهذا الشكل. عندما أصغر في حجم اللابل سوف أنفذ البرنامج سوف تأتي بحجمه الذي أعطيتها لها. يعني لا تتحكم عن طريق الكتابة. نضع الكتابة كما هي أو أكبرها أو أصغر في الكتابة. إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه الفائدة، من هذه الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.